سيد محمد العريق، مرحبا بك. بداية، ما هي آخر المستجدات الميدانية حتى الساعة؟ للأسف أنا لا أستمع إلى صوت السيد محمد العريق. نعم، سنعيد الاتصال بك يعني سيد محمد العريق. إلى ذلك الحين نكمل نشرتنا، حيث أصيب مواطن جراء قصف ميليشيات حفتر للمدينة القديمة بطرابلس ليلة الجمعة، حسب ما صرح به المستشار الإعلامي بوزارة الصحة الأمين الهاشمي. القصف العشوائي خلف عدة أضرار مادية بمنازل المواطنين بالمدينة القديمة، كما استهدف أيضا منطقة بوابة الجبس، مما سبب حالة من الهلع والخوف بين المدنيين. يذكر أن قصف ميليشيات حفتر اليومين الماضيين على منطقتي عينزارة وباب بن غشير بالعاصمة طرابلس أدى إلى مقتل 3 أطفال و4 نساء وإصابة 4 نساء أخريات. باشرت لجنة الإشراف ومتابعة الجرحى بدولة أوكرانيا الجمعة أخذ التدابير اللازمة لوقاية جرحى عملية بركان الغضب من تفشي وباء كورونا المستجد في الساحات العلاجية بالخارج. وأكد مركز الطب الميداني والدعم على صفحته الرسمية أنه تم توزيع معقمات وكمامات ومطويات توعية توضح طرق الوقاية وكيفية انتقال العدوى بالفيروس على جرحى بركان الغضب بأوكرانيا. جاءت هذه التدابير بناء على تعليمات مدير مركز الطب الميداني. وبالعودة إلى الأوضاع الميدانية، عاد معنا القائد الميداني محمد العريق عبر الهاتف. نجدد الترحيب بك سيد محمد العريق، كنت قد سألتك عن آخر المستجدات الميدانية وتطوراتها حتى الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله في الفضل وحيا الله مشاهديك الكرام. نعم، قلنا عقب الايام الماضيه يعني وما شهدته الساحه يعني من تطورات ميدانيه وكر وفر وهجوم يعني من قبل قوات الغازيه التابعه لمجرم حرب حفتر، عادت قواتنا بعض التمركزات التي أخذتها قوات حفتر محور عينزارة وفي محور الرملة وغيرها من المحاور الأخرى. أمس يعني كان هنا تم إخراج بعض الجثث التي سقطت في معركة أول أمس في قوات الغازي العدو، وكذلك يعني اليوم نستطيع أن نقول هدوء نسبي يعم محاور طرابلس، إلا أن قواتنا قبل قليل في محور الرملة قامت بإحداث تجمع لميليشيات مجرم حرب حتى في محور الرملة، مما أسفر على مقتل أكثر من 20 سياوي وجرح العديد منها، وسيارة الإسعاف لم تقف حتى هذه اللحظة على نقل تلك الجرحى العديد منها.